في برامج كتير الدولة بتشتغل عليها الفترة دي لدعم الأطفال الموهوبين واللي عندهم أفكار إبداعية، زي برنامج جامعة الطفل اللي أطلقته أكاديمية البحث العلمي سنة 2015 ومستمر لغاية دلوقتي في دعم الأطفال وإتاحة الفرص ليهم للتدريب في المجتمع الجامعي، وكمان إنهم يكتسبوا مهارات حديثة وتنمية موهبتهم. خلينا نتابع. الدولة المصرية مهتمة اهتمام كبير بالأطفال، وده لأنهم أمل ومستقبل مصر. وفي ظل الاهتمام ده، الدولة شغالة في الوقت الحالي على دعم الأطفال النوابغ والمبتكرين، وده من خلال برنامج جامعة الطفل اللي طبقته أكاديمية البحث العلمي سنة 2015، وده برنامج إبداعي للعلوم والموهوبين من الأطفال. البرنامج ده واحد من أهم البرامج اللي شغالة عليها الأكاديمية لاكتساب المهارات المطلوبة لقوة العمل للقرن 21 من خلال تشكيل قدرة الأطفال على الابتكار والإبداع. البرنامج كمان بيتيح إمكانية التفكير العلمي والإبداعي، وده من خلال إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي، ومن هنا بيبدأ يأهلهم للاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء، وبيدخلوا المعامل اللي موجودة في الجامعات علشان يزودوا قدراتهم الإبداعية والعقلية والابتكارية. وبتبدأ الأنشطة التعليمية في الجامعات بره نطاق اليوم الدراسي العادي، وجوه المدارس أثناء الأجازات والعطلات الرسمية، وبيتم مراجعة كل الأنشطة من جانب الأساتذة جوه جامعة الأطفال علشان يتم ضمان جودة العملية التعليمية وكمان مراجعة المناهج. حصاد عمل كامل من محاضرات وأنشطة علمية وتثقيفية وتدريبية تم إجراءها هنا داخل جامعة سوهاج لطلاب جامعة الطفل، وهو المشروع المشترك ما بين جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي. جامعة الطفل بتستهدف فئة عمرية حرجة في عمر الطفل، هي فئة تكوين الفكر والثقافة، الفئة الممتدة من عمر 10 سنوات إلى 17 سنة. والحقيقة وإحنا يعني نظرنا إلى مبادرة مصر أشبال مصر الرقمية اللي افتتحناها منذ أيام قليلة، المبادرة دي أيضا بتعتني بالطفل من سن 12 سنة إلى سن 17 سنة. أكاديمية البحث العلمي قالت إن عدد المشاركين كل سنة من الأطفال والنشء وصل ل 4500 طفل، بإجمالي دعم سنوي وصل ل 17.8 مليون جنيه، وإجمالي عدد المستفيدين لحد دلوقتي 17800 طفل، ده غير إنه عدد الجامعات المشاركة في البرنامج 41 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي. وظهرت نتائج برنامج جامعة الطفل في الحصول على عضوية الشبكة الأوروبية لجامعات الطفل، وتم وضع برنامج الجامعة ضمن برنامج خطة الحكومة في بناء الإنسان المصري. النهاردة جاي في جامعة الطفل عشان أقدم الساعة، واستفدت منها إن أنا أقدر أعيد استعمال الأدوات المستعملة زي الساعة دي اللي أنا جاي أشارك بيها، ده طبعا سي دي والعقارب والنمبرز، نقدر نعلم منها الأولاد في المدرسة إن هم إزاي يتعلموا الساعة. اتعلمت من جامعة الطفل حاجات كتير، زي ان انا ادور المخلفات اللي عندي في البيت، حاجات ملهاش اي لازمة عندي في البيت اقدر احولها لان انا اعمل بيها ديكور، وان انا اعمل بيها حاجات ممكن تفيدني انا شخصيا. والنهاردة عملت الفانوس ده، عملته من الكرتون والفوم والالوان اللي بتاعي، عملته من الكرتون وبعد كده قصيت الكرتون وحطيت عليه ورقة الفوم وبعد كده لزقته بالمنظر ده. الفانوس ده عملته كان معايا كوباية بلاستيك، جبتها وحطيت غطا من فوق وغطا من تحت، وزينت السواري ده كان في الفستان فجبته، وزينت الفانوس باي فوم عند حضراتكم وعملت فانوس بالشكل ده. انا استفدت ان انا اعمل اعاده تدوير واعرف استفاد منها كويس، وانا عملت المقلمه دي، انا جبت بنطلون جينز قديم عندي وخيطت وقصيته على شكل مستطيل وخيطته من الجنبين، وحطيت سوستة قديمة من شنطتي القديمة. في حاجات كتيرة طبعا استفادت منها الطفلة، بتنمو قدراتها ومهاراتها، ودي حاجات ممتازة بنشكر فيها جامعة الطفل بسوهاج. احنا بنشكر وزارة البحث العلمي والتعليم العالي على هذا النشاط الكبير المتمثل في جامعات الطفل، اللي أثر برضو على شخصيات أبنائنا في التفكير واحتكاكهم بالقضايا اللي تتمثل في ريادة الأعمال وفي التدوير والبيئة. الولاد حصلوا على محاضرات في كافة المجالات، كانت كافية بجد إن هي تزيد من وعيهم من أفكارهم من إبداعاتهم.
كمان شهد البرنامج فوز متكرر لابتكارات أطفال الجامعة في دورات معرض القاهرة الدولي للابتكار في محور الثقافة العلمية، ومشاركة جامعة الطفل في الندوة العربية للعلوم والثقافة في تونس عام 2017، واللي أوصت بتعميم البرنامج في مختلف البلاد العربية. كمان مسابقة الفيزياء بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية في دولة روسيا، والمشاركة في الدورة الثانية للأولمبياد العربي للرياضيات، ومشاركة طلاب جامعة الطفل في المسابقة الأولى الدولية للفيزياء واللي نظمتها دولة أوزبكستان، بالإضافة لتجهيز فرق قومية من طلاب المدارس للمشاركة في مسابقة بيم لاين فور سكولز اللي بتنظمها المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في جنيف.